نكمل الموضوع شرح عن أسعار الأسلحة المسدسات في الولايات المتحدة. طبعا نيجي لمسدس AR-45 مثل ما احنا شايفين AR-45 ACP. طبعا نشوف شكله غريب شوي، بقول لك انه هذا أصغر مسدس في العالم، وهو AR مثل ما ذكرنا 45، لكن بيجي أيضا في AR-357 ماجنم، طبعا بيتسع لطلقة واحدة دبل أكشن أونلي، وسعره حوالي 499 $500. طبعا الأد براون المشهور في صناعة المسدسات 1911، عندك الإكزيكتيف إليت كلاسيك كاستم والإكزيكتيف كاري، طبعا أصغر شوي هذا من الحجم المسدسات الثانية. طبعا طول الإنش، طول السبطان 5 إنش. طبعا المقبض عنده خشب AR-45 7 رصاصات زائد 1. طبعا سعره تقريبا 2100. طبعا الأد براون معروف عنه يعني بجودته، لسبب غالية. نيجي للمسدس اللي بعده الكلاسيك كاستم، طبعا نفس الحجم 5 انش سبطانة و سينجل اكشن، سعره 2900 دولار تقريبا. بالنسبة لل executive carry 7+1، لكن طول السبطانة فيه اقل شوية، اللي هي 4.3 انش بدل 5. يعني شوف في هذه، شوف هنا 5 لكن هنا 4.3، لكن نفس السعة 7+1، والسعر يعني في نفس ال يعني أقل شوي 2300 تقريبا. مسدس الكوبرا من فصيلة الإد براون، طبعا بيجي 5 إنش وسبع رصاصات زائد 1، وفي بيجي منه موديلين الكوبرا والكوبرا كاري مع السبطانة 4.3 إنش، يعني بيكون أقل شوي الحجم، أصغر شوي. طبعا 1900 و2000 تقريبا الحجم. للي يحبوا مسدسات الكاوبوي القديمة اللي بيسموها السينجل اكشن، طبعا 375 و430، هذه ما راح نركز عليها كثير لانها ما في عليها اسئلة كثير دائما، لكن نمر عليها مرور سريع. هاي الاسعار والعيارات، طبعا 57 44 45 كولت، ويتسع على 6 رصاصات. نيجي لل Enterprise 1911، في بيجي منه عدة موديلات، طبعا عيارات بيجي 45 وبيجي عيار 40 مثل ما احنا شايفين. طبعا بشوف العيار ال 40 اغلى شوي من ال 45. طبعا عيار ال 40 بيتسع ل 11 رصاصه 10+1. وهي سعر المسدس هذا اللي هي تاكتيكال بلس، تاكتيكال بلس اللي هو 980 تقريبا. وطبعا شو الإضافات اللي بيجي عليه، طبعا بيزيد في السعر.